السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. فيديو سريع جدا راح تذكير يكون عن ما تبقى من شهر التريدر، شهر نوفمبر ابتداء من اليوم، واليوم 21 نوفمبر ولغاية 27 نوفمبر. أي طائر تركي تصيده وراح تبيعه على أقرب بوتشر راح تحصل على مبلغ خرافي مضروب في 5، عادة راح يعطينا 2 دولار، لكن مع مضاعفة المبلغ هذا إلى 5 راح تحصل على 20 دولار. وهذا شيء جدا خرافي للمبتدئين، خصوصا كل اللي تحتاجه يا حبيبي يكون عندك سلاح الفارمنت رايفل. حاول انك تعطيها هيد شوت، لانه لو اعطيتها في البادي شوت، يعني اعطيت طلقت في صدرها ولا بطن هذا الطائر، راح يقل نسبة النجوم يعني، وما راح تحصل على مضاعفة المبلغ. يجب ان يكون 3 نجوم عشان تحصل على هذا العرض. راح يستمر معنا مرة اخرى اذكر الى غاية 27 نوفمبر، وهذا يعتبر بمناسبة الثانكس جيفينج او عيد الشكر بالنسبة اليهم. وراح اعطيكم الان بروفا ما تبقى خلال هذا الشهر، واليكم الفيديو. لا تنسون من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. اشوفكم على خير، بيس اوت. راح نحصل على تريبل جول لما نعمل تريدر اوارد ريسيت، وذلك بالذهاب الى بروجريس ومن ثم الى خانة الاوارد وتختار التريدر، وهذا شيء جدا ممتاز خصوصا هذا الشهر. وكذلك راح نحصل على دبل اكس بي وكاش، وكذلك دبل اكس بي على رول التريدر كل ما نعمل للتريدر اوارد ريسيتس، وكذلك لما ندخل على اي فري روم ايفنتس خاص بالتريدر روت. وللحصول على هذا الحدث يجب ان تكون في لوبي عام، وراح يصلك اشعار بذلك. وكذلك يوجد دبل اكس بي وكاش وجولد على الفيشرد سيريس مثل اي شهر، وهذا شيء جدا ممتاز ومناسب للمبتدئين خصوصا لما تلعبوا على الهارد كور مود. وحتى تدخل الفيشرد سيريس كل اللي عليك ان تلف السهم يسار واختار بعدها كويك جوين، وبعد ما تختار كويك جوين راح يعطيك عدة خيارات، اختار من ضمنها الهارد كور وانجوي. إذا ملأت مخزن كريبس بالكامل من الماتيريال راح تحصل على كوبون تخفيض 40% من أي شيء يتعلق برول التريدر، والمدة مفتوحة من تاريخ 7 نوفمبر ولغاية 4 ديسمبر. وبنفس المدة إذا أكملت الإيفنتس الخاص بالتريدر روت راح تحصل على 1000 إكس بي للتريدر و1000 إكس بي للرانك العام. وكذلك إذا عملت كريبس ديلي استو اللي هو الوصفة الخاصة بالاستو تبع كريبس، راح تحصل على كوبون تخفيض 30% على أي شيء يتعلق برول التريدر. وكذلك إذا فتحت اللعبة في أي يوم خلال هذا الشهر راح تحصل على 25 تريدر جوتس، وهذا راح يفيدك في ملء مخازن كريبس. وخلال هذا الشهر يجب عليك إكمال 4 أيام متتالية ديلي تشالنج خاصة فقط بالتريدر، راح تحصل على هات جدا مميز باسم بلاك اونجيلا هات. واذا عملت لاي شيء كرافت في مخيمك او في الكامب فاير تبع مخيمك راح تحصل على هات كذلك جدا مميز، وراح يكون تحت اسم ليستر هات. ومن يوم 21 ولغاية 27 نوفمبر راح تحصل على بلاك اند وايت ليستر هات. ومن تاريخ 28 نوفمبر ولغاية 4 ديسمبر راح تحصل على تخفيض 50% على بعض الأكوات المختارة.